بس نحكي عن سيارات أمريكية رياضية أصيلة، وعن سيارات مفتولة العضلات ترمز للتاريخ الأمريكي بصناعة السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية. مش ممكن إلا ما نذكر دوتش تشارجر ودوتش تشالنجر، والاسمين صاروا متوفرين بمجموعة واسعة من الطرازات والفئات لسنة 2015 مع مواصفات ومزايا أفضل من أي وقت مضى، مع التذكير أنه دوج هو من أعرق صانعي السيارات بالعالم، وكان احتفل سنة 2014 بالذكرى المئوية الأولى لانطلاقه. بالنسبة لدوج تشالنجر، التصميم الخارجي تحسن ولكن من ضمن الشخصية المعروفة، يعني الخطوط بعد كلاسيكية من وحي الماضي ولكن مع طابع عصري وجاذبية لافتة، وطالت التغييرات شبكة التهوئة والمصابيح الأمامية والخلفية يلي بتستخدم تقنية LED للإنارة. ومن ضمن المزايا اللافتة ألوان خارجية قوية وإطارات ألومنيوم قياس 20 إنش. ومع النسخة شيكر بيحصل زباين تشالنجر على إضافات تصميمية فريدة من نوعها بتزيد من التميز ومن الديناميكية. أما المقصورة فهي شهدت تحسينات وتعديلات كتير كبيرة، وبهالإطار استعان المهندسين بكتير من أشكال مقصورة طراز سنة 1971 الأسطوري من تشالنجر، مع تأمين كل النفس الرياضي المطلوب وكل مستلزمات الراحة والأمان. وبتبرز كمان المقاعد الديناميكية يلي بتثبت أجسام الركاب بأماكنها. والخيارات المتوفرة بتشمل 14 لون داخلي وأشكال مستوحاة من الماضي. والطابع الرياضي لدوتش تشالنجر ما منع من تزويد المقصورة بمجموعة كبيرة من تجهيزات الراحة والترفيه، مثل شاشات العرض يلي بتشتغل باللمس، والمكيف الفعال، ونظام الموسيقى النقي، ومخارج USB وغيرها. ميكانيكياً دوتش تشالنجر تتوفر بمجموعة واسعة من المحركات، بتبلش بـ V6 بنتاستار بسعة 3.6 لترات بيولد 305 أحصنة، وإضافة للمحرك V8 هامي بسعة 5.7 لترات بقوة 375 حصان المتوفر بالفئة RT. وصار من الممكن اختيار محرك V8 هامي جديد بسعة 6.4 لترات بيولد 485 حصان يلي بيتوفر بالفئة سكات باك. أما المحرك الأبرز والأقوى الجديد فهو بيتوفر بالفئة SRT هامي هيلكات V8، وبيتكون من 8 أسطوانات طبعاً بسعة 6.2 لترات، علماً أنه بيولد قوة كتير كبيرة تبلغ 707 أحصنة مع عزم دوران أو تورك بيبلغ 872 نيوتن متر. وإلى جانب الترانسميشن اليدوية من 6 نسب أمامية، من الممكن اختيار جير بوكس أوتوماتيكية من 8 نسب أمامية تتميز بسرعة الانتقال المحسنة بين النسب، علماً أنه السايق قادر يتدخل عبر أزرار خاصة موضوعة بتصرفه لتعديل برمجة عمل المحرك والترانسميشن والمقود. والفئة هيلكات الأقوى بين مجموعة دوتش تشالنجر قادرة تتسارع من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة خلال أقل من 4 ثواني بمساعدة من نظام إلكتروني للتحكم بالانطلاق. ومن الممكن تجاوز مسافة 400 متر خلال 10.8 ثواني، أما سرعتها القصوى فبتبلغ 320 كيلومتر بالساعة. وللسيطرة على هالأداء القوي لتشالنجر عموماً وللفئة هيلكات بالتحديد، تم اعتماد مكابح جديدة بريمبو مع نظام ABS متطور. وبيبرز كمان نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESC ويلي مزود بثلاث برامج عمل حسب الرغبة والحاجة. ومن ضمن التجهيزات المجددة نظام لتثبيت السرعة بشكل متأقلم مع حركة السير، ونظام للتحذير من وجود سيارات قريبة ومن خطر وقوع اصطدام وشيك.
والفئة سوبر تراك باك تستفيد من سسبنشن أقصر وبالتالي من ارتفاع أقل، وكمان من مؤشرات داخلية بتأمن اطلاع السائق على ضغط الجاذبية أو جي فورس وعلى السرعات المسجلة. بالانتقال لدوج تشارجر، فهي بدورة استفادت من عدد كبير من التحسينات والتعديلات بشكل أنه صارت جديدة تماماً لسنة 2015. التصميم الخارجي مستوحى من الجيل الثاني يلي كان أنتج أواخر الستينات من القرن الماضي، وأعمال التحديث والتطوير طالت غطى المحرك والصادم الأمامي والخلفي وفتحات الهواء والمصابيح بالجهتين الأمامية والخلفية والأبواب قدام وعواكس الهواء أو سبويلرز. والهدف من هالتحسينات زيادة انسيابية الخطوط من مختلف الجوانب، وطبعاً زيادة الديناميكية والجاذبية. ومن ضمن التحسينات يلي عززت الطابع الرياضي جوانب منفوخة وسقف بزوايا من حنية كتير مع جزء خلفي قصير ومرتفع، وتم نقل مصباح التوقف من أعلى غطى الصندوق لمستوى خط السقف داخل الزجاج الخلفي الأسود. وبالنسبة للفئة SRT Hellcat بالتحديد، فهي بتتميز بغطاء محرك مصنوع من الألومنيوم أكبر ومنتفخ أكتر، مع فتحة هواء مستوحاة من أول فايبر كوب تم صنعها سنة 1996. ومن بين مميزات هيلكات واجهة أمامية تستخدم شبك أسود فريد من نوعه بيزيد من الطابع الهجومي. واستفادت كل طرازات تشارجر من إطارات جديدة قياس 20 إنش تتميز بالفئة هيلكات باللون الأسود مع نحاس أو برونز معتم. بالانتقال لداخل مقصورة دوج تشارجر 2015، فهي خضعت للتجديد مع تركيز أكبر على السايق. ومن ضمن التحسينات لوحة قيادة أو داشبورد جديدة تتضمن شاشة عرض قياس 7 إنش وكونسول وسط جديد كمان. واستخدم المهندسين تقنيات تصنيعية متطورة على مستوى العدادات لتسهيل عملية قراءة المعلومات بالتزامن مع تحسين عملية التحكم بالتجهيزات، علماً أنه مستوى الترفيه عالي بفضل تجهيزات مميزة، منها مثلاً نظام موسيقى هارمون كاردن. ومن الممكن الاختيار من بين 19 شكل ولون مختلف للمقصورة يلي بتتمتع بطابع رياضي واضح وبفخامة عالية بالوقت نفسه. ومن الضروري الإشارة أنه دوج تشارجر تستفيد من أكثر من 80 ميزة للسلامة والأمان، من بين مجموعة كبيرة من الإضافات لسنة 2015، ومنا مثلاً نظام تحذير من خطر وقوع حادث اصطدام وشيك مع تشغيل تلقائي للمكابح عند الضرورة، ومن ضمن المميزات نظام تثبيت للسرعة مع تحكم متأقلم بياخد بالاعتبار حركة السير والمسافة الفاصلة مع باقي السيارات، وبيبرز كمان نظام المساعدة على الركن. ومن ضمن مميزات الفئة SRT Hellcat الجديدة بالكامل جهاز تحكم عن بعد أو ريموت كنترول بيتوفر بلونين أحمر وأسود، والمفتاح الأحمر بيسمح باستخراج كامل القوة الحصانية وكامل العزم لأقصى الدرجات. ومنبقى ميكانيكيا ومنذكر أنه تشارجر مزودة بمحرك بخيارات واسعة من المحركات، من V6 Pentastar بسعة 3.6 لترات، مروراً بـ V8 هامي بسعة 5.7 لترات بقوة 370 حصان، وصولاً لـ V8 هامي بسعة 6.4 لترات بيولد 485 حصان. ولكن المحرك الأقوى بيتوفر بالفئة V8 هامي هيلكات بسعة 6.2 لترات مع قوة حصانية بتبلغ 707 أحصنة. ومع هالمحرك بالتحديد عبور مسافة 400 متر بيتم خلال 11 ثانية، والسرعة القصوى بتوصل ل 328 كيلومتر بالساعة، علماً أنه السسبنشن والمكابح والمقود استفادوا كلهم من التحسينات الضرورية لمواكبة الأداء الديناميكي والقوي. Let's go.
اوكي ديفينتلي الفيلينج كومبليتلي ديفرنت بهالسياره. رحنا على ديفرنت ليفل كليا، بتحسوها من القعده بالسياره، الداشبورد كله الالكترونكس اللي محطوطين اون ديسبلاي بالسكرين. اتس ريلي هيك بتبوتس يو ان ذا ريسينج مود ان ذا سبورتس مود. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.